قبل ما نبلش بالموضوع الثاني للتفكير، تقدرون تتابعون البث المباشر للحلقة على صفحة البرنامج، على صفحة على الفيسبوك الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة، وعلى صفحة قناة الرشيد الفضائية. طبعا بالتأكيد الكل تدرك أنه داعش ما يتحرك بإرادة ذاتية، هو يتحرك بتوجيهات من جهات معينة إلى حد ما معروفة. يمكن هنا السؤال اللي ينطرح، ليش استهداف كركوك بالتحديد؟ هل استهداف كركوك هو استهداف للمشروع الكردي على اعتبار أنه القوات الكردية هي المسيطرة على الملف الأمني في المدينة؟ ما جرى بكركوك نقدر نعتبره أيضا جزء من لعبة التوازنات والنفوذ بالعراق والمنطقة؟ هل هي الخطة باء اللي تحدثت عنها أنقرة؟ القضية يعني أبسط من هذا التعقيد، وكل المسألة داعش يلفض أنفاسه الأخيرة ويريد يكسر الضغط اللي حاصل عليه بالموصل ويفتح جبهة أو جبهات جديدة. أنا هنا أشوف هذا تحليل ساذج وتبسيط لما حصل في كركوك. هنا أيضا أكو أسئلة، داعش من يدخل كركوك ويتواجه لمدة يوم كامل تقريبا، مو معنى ذلك أولا ما زال عنده القدرة على التحرك والاختراق وما زال يملك خلايا نائمة في مدن كبيرة؟ نانا أيضا سؤال جدا مهم، داعش على الأرض أي احتلال للأرض وقيام دولته دولة الخلافة أخطر، لو حيكون أخطر هو تحت الأرض وهو عبارة عن تنظيم عن خلايا نائمة عندها أهداف محددة معينة تهاجم هاي الأهداف وتنسحب. نهاية داعش بالموصل يعني انتهاء داعش وخطورته؟ هنا الجواب لا، بالتأكيد داعش حيبقى موجود بخلايا نائمة وربما بقدرته على التحرك في المستقبل في مدن أخرى. حول هذا الموضوع حتى نناقش هاي الأسئلة ونسمع الجواب، ينضم ويانا السيد هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة. بعد التحية سيد هشام، شنو اللي حصل بكركوك وليش كركوك بالتحديد؟ حقيقة الذي حصل فيما يبدو لي هذا هو تحول من الحالة العسكرية المعلنة لهذه التنظيمات المنهزمة في ديالة، في صلاح الدين، وفي بقايا أقضية ونواحي كركوك، وبالتالي هذا النوع التحول من الحالة العسكرية المعلنة إلى الحالة الأمنية السرية، وهذا تعتاده التنظيمات المسلحة، تريد أن تبدأ بعمليات نوعية. ما حدث واضح، 8 وحدات انغماسية استطاعت أن تنطلق من مدينة الدبس وصولا إلى إسقاط 10 أحياء في المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية، بعيدا عن نظرية المؤامرة وعن الخيوط الخفية، لكن ممكن أن نفسر أن هناك قصور كبير للقوات الأمنية، قصور في الاستجابة السريعة، قصور في أجهزة مكافحة الإرهاب، أيضا قصور في تدريبات ومهنية الشرطة المحلية في التعامل مع هكذا أمر، علما أن جزء منه قد تكرر مرتين قبل هذه المرة في حوادث مشابهة وفي نفس كركوك. أنا أظن أن الرسالة التي أرادت أن توصلها هذه الوحدات الغماسية التي هلك معظمها هي مبنية على أنه سوف تكون هناك قوة ضاغطة سياسية كردية أو غير كردية على المهجرين والنازحين من محافظة صلاح الدين ومحافظة شمال شرق ديالة ومن الحويجة ومن نينوى، وبالتالي سوف تكون فوضى قومية عربية كردية أو حتى فوضى سياسية بين الأحزاب التي تتعاطف مع النازحين والمهجرين في مدينة كركوك. هذه الفوضى هي تنفع مثل هذا التنظيم لصناعة خلايا نائمة. الذين قاموا بهذه العملية ليسوا خلايا نائمة، هؤلاء تنظيم أمني سري. الخلايا النائمة هي قوة احتياطية لا يسمح لها بعمل مسلح، يسمح لها بأعمال محدودة، التجنيد. وهي التنظيمات السرية فقط يعني الاستخبارات فقط موجودة بكركوك، ولهذا التنظيم هاجم كركوك، أم موجودة بمناطق أخرى بمدن أخرى وبالتالي لازم نتوقع احتمالية هجمات مستقبلية بمناطق أخرى؟ بالتأكيد نحن نرجح كمراقبين أن حزام بغداد الأيام المقبلة سوف يكون مهدد بعمليات نوعية
تشبه تلك التي وقعت في كركوك ربما أشد منها. أيضا في بعض مناطق ديالة أيضا هي مهددة بهذا الشيء. اليوم القوات الأمنية بدأت بحملات واسعة لتدقيق معلومات الكثير من يشتبه بهم، حملة كبيرة انطلقت بديالة ربما تتجه إلى حزام بغداد. نحن يوميا في حزام بغداد لدينا عمليات إرهابية لكن لا تصل طيب. عدسات الإعلام ولا أصوات الإعلاميين ولا أقلامهم طيب. إلى تلك المناطق، وبالتالي حضرتك نعم. تريد تبتعد عن نظرية المؤامرة، خليني أتماشى وياك ونبتعد عن التكهنات ربما غير المؤكدة، لا توجد أدلة على أي نظرية أو أي فرضية. لكن داعش من يدخل كركوك يا سيد هشام ويتواجه لمدة يوم كامل، نقدر نقول هنا معناتها داعش عنده ما زال عنده القدرة على التحرك، على المناورة، على الاختراق، وبالتالي داعش مدى يلفظ أنفاسه الأخيرة. بالتأكيد داعش أمنيا لا يزال قويا، وهو صانع تلك العمليات الإرهابية في قلب بغداد في الكرادة، تكررت مرتين، نزلت منه وحدة انغماسية في بغداد جديدة ليس بعيدا. يوميا هناك عمليات إرهابية لهذا التنظيم في بغداد، المفترض أن تكون هي الأقوى استخباراتيا والأقوى معلوماتيا وتقنيا، مع هذا هو يقيم بمثل هذه العمليات. نعم هي صغيرة قياسا مع ما حصل في كركوك، لكن هذا لا يمنع أن تكون هذا الشيء يعني تقع في بغداد. هاي الخروقات ايش تعني، قدرة تنظيم أم ضعف أجهزة أمنية عراقية وأجهزة استخبارية؟ لا حقيقة ضعف أجهزة معلوماتية وأخرى ضعف أجهزة أمنية على التعامل بجدية مع المعلومات. جهاز المخابرات العراقي قبل 10 أيام من هذه العملية نبه الأجهزة الأمنية داخل محافظة كركوك، لكن لم تكن جدية في التعامل مع هذه المعلومات، وأيضا وحدات الاستجابة المفترض أن تكون سريعة مع هذه العمليات كانت ضعيفة جدا. من الساعة 4 فجرا حتى الساعة 11 ظهرا بدأت القوات الأمنية تتحرك كأنما كانوا نائمين، حتى صحوا وأن داعش هي متواجدة في مفارق أحياء، ربما هي أحياء مهمة، دوميز وحي 90 ورأس الجزر، بالإضافة إلى أحياء أخرى وإن كانت ليست بذات أهمية من الأحياء المذكورة. طيب ما أعرف إذا تتفق وياي أنه يعني بعد انتهاء داعش بالموصل وإزالة دولته بالعراق ما حينتهي داعش، أيضا حيكون حاضر خلال الفترات القادمة. أنا السؤال، داعش أخطر هو على الأرض عند دولة خلافة وعند مدن محتلها، لو أخطر هو تحت الأرض عند تنظيمات سرية وعند خلايا نائمة وعند أهداف معينة، ضرب هذه الأهداف ومن ثم الاختفاء الانسحاب؟ يعني استاذ انا ممكن اضرب لك مثل واضح، طالبان هزمتها الولايات المتحده الامريكيه وهي كانت فوق الارض، لكن اليوم الولايات المتحده الامريكيه هي تفاوض طالبان وهي تنظيم، حينما تحولت من دوله معلنه الى شبه دوله بتنظيم سري امني ذو اذرعه عملياتيه وارهابيه، استجابت الولايات المتحده الامريكيه الى حواره. داعش هي بنت القاعدة وبالتالي سوف تلجأ إلى نفس المشابهة، ولو ترجع إلى كثير من مراكز البحوث والدراسات كلهم يعلمون أن داعش تحت الأرض هي أشد بأسا وأكثر إرهابا وإجراما. ما زال يمتلك أموال أو هل حيمتلك أموال بالفترة القادمة بعد انتزاع الموصل منه وآبار الموصل ونفط الموصل؟ هذا أولا. ثانيا، ما زال عنده القدرة لتجنيد إرهابيين؟ ما حصل، نحن استطعنا أن نوقف تكسب داعش للمال، لكن لم تستطع الولايات المتحدة ولا حلفائها أن يضربوا كل مالية داعش ويجعلونها صفرا. لا يزال داعش يمتلك من الأموال بحسب مراكز الدراسات تزيد عن $1 مليار، وهذه تكفي لحرب سرية تطول سنين. بالتالي نحن اليوم ننتصر عسكريا فقط، أما أمنيا ماليا إداريا تنظيميا فكريا لا يزال هذا التنظيم قائم وبصحة جيدة. زي ليش ما تخلينا نتفائل ونقول داعش حينسحب من العراق، كل داعش حتى هذا التنظيم السري العسكري حينسحب من العراق باتجاه سوريا أو دول أخرى؟
من ينسحب هم هؤلاء الحمقى والمغفلين من المقاتلين الذين ظهروا بلا أقنعة، لكن الذين لم يظهروا بقناع أو لبسوا القناع هؤلاء يعيشون بين ظهرانينا. لابد من وعي مجتمعي في تشخيص هؤلاء وتقديمهم للعدالة، بغير ذلك لا يستطيع المجتمع العراقي أن ينتصر على هذه الجماعات المتطرفة بهذا الجيل أو جيل يأتي بعده. خلينا شكرك السيد هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، شكرا لانضمامك ويانا. وصلنا مشاهدينا لنهاية الحلقة، تابعونا بحلقة جديدة يوم الأربعاء القادم. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، إلى اللقاء.